بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكين عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في دروس نوجيس هو أيضا النست، لأنه الفرمورك الأبسط والأسهل لتطبيقات الباكند مع النود. إذا سنتكلم على ميكرو سيرفيس دائما الجزء الثاني أو الدرس الثاني في الميكرو سيرفيس، وسنتكلم على الأبي آي جاتواي، وأيضا إضافة سواغر إلى تطبيقات ميكرو سيرفيس. إذا هذا هو المشروع الذي فتحناه، عملناه مع بعض، انشأنا مجلد برودكت ووضعنا فيه مشروع البرودكت كما لاحظتم في الدرس السابق. أضفت نفس الشيء، عملت نسخ ولصق وأنشأت برودكت أوردرز، وأيضا نفس الشيء وعملت كوستمر. هذا كلها مشاريع ناس جي اس. أوكي، بنفس الطريقة بنفس الكيفية، هناك أيضا كنترولر، هناك موديل، هناك بيرسيستنس، هناك سيرفيس، وايضا نفس الشيء الكاستمر ايضا، ويعطيني قائمه الكاستمر. اذا عندي ثلاثه من الميكرو سيرفيس، وهذا كما قلنا مثال بسيط جدا جدا يعني. وهذا الميكرو سيرفيس قد يكون يعني بلغه اخرى، جافا، ديلفي، سي شارب، بايثون، اتش تي ام، بي اتش بي، يعني اي لغه اخرى تصنع لنا الباك اند او نستطيع بناء بها تطبيقات باك اند. اذا هذه كلها ريست اب اي ميكرو سيرفيس، نستطيع أن نستعملها بلغات أخرى، لنفرض أنها يعني مثل هكذا كلها جافا سكريبت. الفريق يعمل على مجموعة من الفرق، اللي هي كل فريق يعمل على ميكرو سيرفيس، وكلهم يستعملون جافا سكريبت اللي هي نوجيس. أوكي، الآن سنضيف API Gateway. هذه API Gateway دورها ما هو دورها؟ ذكرناها في الدرس السابق. في آخر الدرس قلنا الـ API Gateway هو الذي سيكون واجهة، يعني هو الذي همزة وصل، يعني كل الميكرو سيرفيس سيتصل به، وهو سيتصل مع الفرونت اند. إذا هو همزة وصل الفرونت اند مع مختلف الميكرو سيرفيس، وكل ميكرو سيرفيس عنده قاعدة البيانات الخاصة به، ممكن يكون in memory أو in database storage، أو يكون في قاعدة البيانات Redis أو Numport، يعني أي قاعدة بيانات. إذا أنشأت تطبيق كما تلاحظون فارغ، عبارة عن أبليكاسيون إكسبرس نجياس فارغة، فيها سيرفر فقط كما تلاحظون، لا يوجد ولا شيء. سنضيف بعض الأمور إن شاء الله بعدين بعد ما نضيف سواغر في مختلف ميكرو سيرفيس. سنبدأ بالبرودكت ونضيف سواغر. إذا سواغر كما تعلمون أننا عملنا درس في سواغر، يعني في دروس نجياس إضافة سواغر إلى نجياس، تجدوه يعني في قائمة الدروس هذه. لست أدري أين هو، موجود هنا سواغر. إذن وشرحنا كيف إضافة سواغر. إذن سنبدأ بالتثبيت. إذن نعمل install سواغر UI Express. أوكي، بعدما نقوم بالتثبيت، أنا قمت بالتثبيت لذلك لن أنفذ هذه التعليمة. بعدما نقوم بالتثبيت سنقوم، أين أنا؟ عفوا، ليس هنا بل في البرودكت. إذا عندما ندخل إلى Products سنعمل Install لسواغر. بعد التثبيت، أنا قمت بتثبيته في Products، سنقوم بتثبيته في Customer مثلا أو Orders. لأننا نحتاج إلى تثبيته في ثلاث التطبيقات هذه أو مختلف الميكرو سيرفيس. ليس هنا يعني مثال بسيط فيه ثلاثة ميكرو سيرفيس، لكن أكيد عندما نعمل تطبيق كبير جدا سيكون الأمر معقد. أوكي، لنفرض أن هذا سيقوم بالتثبيت. إذن سنضيف هنا product، سننتظر حتى أرض ينتهي، وأيضا نضيف الكاستمر. ونقوم بالتثبيت أيضا سواغر. إذن في البرودكت، نحن هنا في البرودكت بعدما قمنا بتثبيت تثبيت السواغر هذا البرودكت. أوكي، سنقوم بتعريفه وإعطائه بعض البارامترات. إذن نذهب إلى المين، مين تي اس، وسنضيف import. أولا نحتاج إلى سواغر، ونحتاج إلى document build وسواغر module. اوكي، سواغر موديل لاضافته عن طريق في الابلكيشن، والدوكيمنت بيلد لانشاء الدوكيمنت. اذا نحتاج الى اضافه سواغر موديل، يعني نضيفه الى التطبيق
ستاب اسم التطبيق، وهنا يعني بعد ما نعمل لوكال هوست او يعني عندما الادرس اي بي للسيرفر او اسم الدوكر او الكونتينر، سنضيف سلاش برودكت سلاش سواجر. انا اخترت هكذا، تستطيع عمل اي بي اي وحده يعني وحدها، او تعمل برودكت او تعمل سواجر برودكت، يعني انت حر تسميه فقط للوصول الى السواجر. ثم تطبيق ابي بي، ثم دوك. ما هو الدوكيمنت بيلدر. اذا سننشئ هذا الدوكيمنت، هذه المتغيره، اذا دوك هي عباره عن سواجر مدير كرييت دوكيمنت، هي عباره عن دوكيمنت سواجر من الاي بي بي، وتحتاج الى اوبشن، لازم نعطيها تايتل، نعطيه بعض البارامترات. يعني الاوبشن هذا هو متغيره سننشئها اذا بالطريقه التاليه. كبر الخط قليلا. اذا اوبشن هو عباره عن دوكيمنت بيلد، ثم سنعطيه ماذا؟ سنعطيه تايتل، سنقول له set title product API، description نعطيه description ايضا، مثلا product microservice API، نعطيه اصدار، نقول ان هذا هو الاصدار الاول لسواجر لهذا الدوكيومنتاسيون يعني. ثم اقول له build، انتهيت يعني من اعطاء البارامترات، وضحت الاعدادات اللازمه للدوكيومنت، ثم ارفقته هنا لكي ننشئ دوكيومنت سواجر. انشئت الدوك هنا، اعطيته كبارامتر في ستاب الخاص بسواجر موديل، وانتهى الامر. هكذا انتهينا من اضافه سواجر. سنجرب الان ستارت. أنا قمت بالتجربة من قبل، إذا كما تلاحظون سأكتب فقط product، سأجرب product بدون سواجر حتى أتحصل على الداتا. هذه الداتا سأعمل سواجر، وهذا هو سواجر. إذا عندي product وأستطيع تجربتي التعليمات الخاصة بالproduct. سنقوم بنفس الشيء في الميكرو سيرفيس الأخرى. إذن سنضيف سواجر import، نذهب إلى الأوردر، ونضيف كل هذا. الأوردر هو رقم 3. إذا order API order swag، وبنفس الطريقة لم أنسى شيء، سنضيف custom. كاستمر هكذا اضفت سواجر الى كل الميكرو سيرفيس. انتهينا من اضافه سواجر، سنبدا بتحضير الاي بي اي جيت واي. اذا الاي بي اي جيت واي، لو ذهبنا الى الصور في مشروع دوت نت، هذا مشروع دوت نت، استعملنا مكتبه اسمها اوسيلوت، واوسيلوت هذه المكتبه تعتمد على ملف جيزون كما تلاحظون، اسلر جيزون. ماذا سنعطيه في الاوسيلر جيزون؟ سنعطيه اين سيجد الاي بي اي، يعني الميكرو سيرفيس، هو موجود في برودكت اي بي اي برودكت. سنقول له عندما نعمل لوكال هوست برودكت ستقوم بانشاء يعني طلب هذا عن طريق الاتش تي تي بي طبعا، اوكي، وهي ميثود جيت. عندما تكون عندي ميثود بوست ساكتب ميثود بوست، عندما تكون عندي ميثود جيت اخرى مثلا هنا عن طريق الاي دي،
يعني امرر اي دي. وبنفس الطريقه هي ميثود جيت، وايضا في الكاستمر عندي ميثود جيت. اذا كما تلاحظون هكذا هو ملف جيسون، سنعرف المسار اين هي، هل هي باس او جيت او ديليت او ابديت، هل بها بارامترات مثل الاي دي هنا الى اخره. هذا ملف جيسون، هي مكتبه اصيله تعتمد على ملف الجيسون. في درس الجافا نفس الشيء، اوكي في درس الجافا نفس الشيء، عملنا عندي ملف يامل مثل الجيسون، ونفس الشيء قلت له عندما اطلب البرودكت موديل سيكون في المسار الفلاني. اذا البرودكت موديل يكون في هذا البورت، يعني 7001، ميكرو سيرفيس اسمه برودكت، هذا اسمه كاستمر على البورت 7002، هذا اوردر 7003. عندما اطلب برودكت نادي لي هذا المسار، عندما اطلب كاستمر نادي لي هذا المسار، عندما اطلب اوردر نادي لي، يعني اعمل ريديركت الى هذا المسار. هذا هو الدور الاي بي اي جيتوي، كلما اطلب شيء سيعمل تحويل الى المسار الرسمي، يعني الاساسي الخاص او الميكرو سيرفيس الخاص به. كيف نعمل ذلك في النت جي اس او النست جي اس؟ اذا سنستعمل مكتبه اسمها اكسبرس اتش تي بي بروكسي. إذن هذه المكتبة التي سنستعملها، ووضعت لكم في فيسبوك، صفحة على فيسبوك، الدرس أين وجدت هذا الدرس. يعني هي مكتبة بسيطة جدا تعمل redirection. كيف نقوم بعملية implementation؟ سنقوم بإضافة عملية install، نقمت بذلك لكن سأريكم كيف. إذن نذهب إلى تطبيق اللي هو API Gateway. Gateway. الآن أنا في API Gateway. سأعمل انستال للمكتبة. أوكي. Import HTTP proxy from. عفوا هذه import وليس انستال. الانستال موجود هنا. npm install. هذه التعليم. اوكي بعد تثبيت انا قمت كما تعلمون انني انستال، يعني لابد من اجرب يعني قبل الدرس، لذلك قمت بالتثبيت هذه المكتبه. سنعمل امبورت الان، سنضيف المكتبه. اوكي الان سنقوم باعطاء كل الاعدادات اللازمه مثل ما عملنا مع الدوت نت والجافا، اي أنني سأقول له اعمل redirection للموديل اسمه product. إذن سأعمل product، يعني سأنشئ redirection للتعليمات أو الويب ميثود أو الاند بوينت الموجودة في product. عندما أصل إلى API gateway سيعمل redirection إلى الميكرو سيرفيس الخاص بالproduct. إذن لابد من تحديد URL. إذن سأعطيه URL مثل ما عملنا في الجافا. إذن أنشأت متغير اسمه أو ثابت اسمه ياري product ياري، وهو عبارة عن HTTP proxy إلى هذا المسار. أوكي ثم أقول له عندما أطلب منك أن تعمل product فأعمل لي يعني نفس الشيء product، يعني نفس URL هذا ضيف له product. أوكي عندما أطلب منك أن تعمل product ID أعمل نفس الشيء ضيف له product ID. إذن هي عملية redirection. بعد ذلك نضيف مضيف delete إلى آخره وكل الميثودات اللازمة الموجودة في البرودكت. ثم نعمل نفس الشيء مع الكاستمر، يعني redirection مثل ما عملنا في درس الجافا والدوت نت نفس الشيء. إذن عندما كما تلاحظون تغير هنا، الفرق هو تغير في الـ URL هذا، هذا الميكرو سيرفيس المفروض بعدين يعني نعمل دوكر هنا، يعني كونتين اسم الكونتينر. هنا كاستمر باي اي دي، اذا كانت عندي ميثودات اخرى جيت او باس هنا جيت، اذا كانت عندي باس ساضيف باس، اذا كان عندي ديليت ساضيف ديليت الى اخره. كل الاند بوينت الموجوده في الميكرو سيرفيس ساضيفها هنا واعرفها هنا.
هكذا مجرد يعني ما يصل إلى هذه الصفحة سيعمل redirection. أوكي تمام save ونجرب تطبيق. إذا هذا ليس nest npm start. هذا كما تلاحظون تطبيق نود فارغ، تطبيق فارغ ضفت فيه فقط redirection عن طريق مكتبة express http proxy. أنا أخذت وقت كبير حتى أتخذ قرار استعمال هذه المكتبة. أوكي سنذهب الآن إلى local post. عندي product. كما تلاحظون لابد من تشغيل يعني product. هذا order. هذا كاستمر سنضيف برودكت. وسنفتح ايضا لوكال هوست. S on the point الخاص بالكستمر هو هنا. لكن يشتغل على 7002 وهذا 7001. البرودكت يشتغل كستمر هل هو نعم. إذن عندي ميكرو سيرفيس برودكت يشتغل هنا والكستمر سيشتغل هنا. سأضيف الـ API Gateway اللي هو يشتغل على 7000 ويعمل لي redirection إلى 7001 عندما أطلب product. إذا هنا سأطلب product كما تلاحظون أعطاني قائمة product هذا 7000. كنترولر اثنين سيرفر 7002 غريب. نعم هذا الكستمر وهذا البرودكت وهذا الـ API Gateway. نادينا إلى البرودكت. الآن سننادي إلى أخطأ ماذا كتبت في index هنا. كستمر واحد أعطاني كستمر رقم واحد. إذا قلت له product أنا في الـ gateway أقول له product رقم واحد يعطيني product رقم واحد. إذا اشتغلت وهي يعني هذا هو المطلوب يعني أننا نعمل redirection بواسطة عن طريق الـ API gateway. عندما نطلب الـ API gateway سيعمل لي redirection. سأجرب إضافة Swagger كما عملنا في الدرس يعني في الميكرو سيرفيس الاخر. لم اجرب الحق يعني سواجر في الاي بي اي جيت واي. اتمنى ان يشتغل. لم اجربه اكيد. ان لم يشتغل لابد من عمليه بارامتراج يعني يدويا بالكود يعني سطر بسطر للدوكيمنت الخاص بسواجر. ساجرب بطريقه العاديه يعني الاليا
هل تشتغل؟ إذا كانت لا تشتغل لابد من إعطاء يعني دخول بتفاصيل في الدوكيمنت خاص بسواجر. لم أجرب بعد، وبعد ذلك كما قلنا أننا نضع كل ميكرو سيرفيس في دوكر، أوكي، في كونتينر عفوا، وسنضيف دوكر كومبوز، وأيضا سنغير يعني سنقول أن البرودكت سيستعمل قاعدة بيانات مونجو دي بي إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.